بالنسبة للسؤال الأول الخاص بالقضية الفلسطينية، السيد الرئيس أكد في عدة مناسبات على أنها ستظل هي القضية الرئيسية لمصر، وتعتلي مرتبة متقدمة جدا في السياسة الخارجية لمصر، ولم تألو مصر جهدا خلال الفترة وعلى مدى سنوات طويلة في من أجل العمل على التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تقوم على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967. ده كان موقفنا واضح جدا جدا واكدناه في كل المناسبات، ولا شك ان الاجتماع التنسيقي الثلاثي الذي عقده السيد الرئيس على هامش القمه العربيه في عمان مع جلاله الملك عبد الله ومع الرئيس محمود عباس كان فرصه لمواصله التنسيق والتشاور حول سبل الدفع قدما لعمليه السلام. فما فيش شك ان هيكون بالتاكيد على جدول مباحثات السيد الرئيس خلال بزيارته للولايات المتحده او واشنطن.